السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها، تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات. تحية خاصة للإخوة اللي راهم متواجدين في فرنسا، وتحية أخص للإخوة اللي راهم متواجدين في تولوز. التعليق هذا كان من المفترض يكون حول رد رشيد نكاز، فإذا به فيه هذا واحد يقول باللي المنسق الوطني نتاع رشيد نكاز رد عليا. التعليق نتاعي حول الكلام اللي قلته، أولا قلت لي باللي رشيد نكاز سنة 1999 كان في عمره 29 سنة، فيما أنا واش كنت ندير في 1999 لما جابوا التفليقة للرئاسة. في سنة 1999 يا وليدي أنا كنت معارض لبوتفليقة، إذا ما تعرفنيش ومن حقك ذلك لأنك ربما في تلك الفترة بلك مازال ما وصلتش لسن الرشد، في تلك الفترة العبد الضعيف كنت نخوض في معارك ضد العصابة المجرمة، وكنت في الميدان، كنت رئيس اللجنة على مستوى الولاية نتاع برج بوعراريش، على مستوى الولاية كنت مع وزير الخارجية الأسبق أحمد طلب الإبراهيمي اللي كان من المفترض يكون هو الرئيس. وإذا ما تعرفش أحمد طلب الإبراهيمي شوف الويكيبيديا وشوف كاش واحد من الناس اللي يفهموا اللغة العربية بلاك لعود عندك إشكال في فهم بعض المصطلحات يساعدك باش تعرف شكون هو أحمد طلب الإبراهيمي، وتعرف شكون هو بوتفليقة، وتعرف شكون هو نكاز. قلت لي باللي رشيد نكاز كان في عمره 29 سنة، كأنه هذا مبرر على جال باش رشيد نكاز ما يظهرش في ذيك السن. اسأل العقون نتاع وزير الداخلية أنا ذاك يزيد زرهون يعطيك السن نتاعي شحال كان في تلك المرحلة. وخلي يا سيدي نفوتو هذه، شحال كان السن نتاع رشيد نكاز في سنة 2004 لما ترشح بوتفليقة مرة ثانية؟ والله كان في تلك المرحلة مازال يتمتع بالجنسية الفرنسية، وكان في تلك المرحلة كان يدافع عن القضية الفرنسية. اسأل رشيد نكاز شحال كان في عمره لما بوتفليقة جاء لفرنسا في 2005 وكان هو في فرنسا، يعطيك شحال كان في عمره. وعلاش ما تحدثش في تلك المرحلة على الصحة نتاع بوتفليقة؟ فوتوها. اسأل رشيد نكاز نتاعك اللي راهو يتحدث اليوم على الدفاع على الدستور لما بوتفليقة عدل الدستور في 2008، وتقدر تروح للموقع نتاع اليوتيوب وتشوف الموقف نتاعي من بوتفليقة ومن الدستور نتاعو في 2008. وإلا ما قدرتش شوف كاش واحد يعاونك باش تلقى التسجيل. نفوتوها. في 2009 لما ترشح بوتفليقة العهدة الثالثة شحال كان رشيد نكاز نتاعك في عمره؟ ونفوتوها. وفيما بعد نجيو الآن للمسألة نتاع الربيع العربي. قلت لي باللي أنا اتهمت رشيد نكاز باللي راهو هو يدير في الربيع العربي، وقلت لي في المقابل جيب أدلة، راهو التسجيل مازال منشور نتاعي
شوف كاش واحد اذا راك ما تسمعش او اذا ربما راك ناقص في الشوفه يسمعك الكلام تاعي مره ثانيه وزيد عاود اسمعو مره ثالثه بالك عاود كش ما تلقى فقره ولا عباره تدل باللي انا قلت باللي رشيد نكاز راهو مع الربيع العربي وعارف باللي ما تقدرش تلقاها نعاونك شويه قلت باللي رشيد نكاز ظهر في الجزائر بعد ما سمي الربيع العربي ومن بعد حبيت دير روحك وكأنك انت مدافع للجيش تو رشيد نكاز نتاعك وحنا رانا نتهمو في الجيش اللي يكون في علمك يا وليدي باللي من العائلة نتاعي الآن في 2016 منهم اللي راهو من الضباط السامين فهمت وهذا الامر انا ما كنتش نحكي فيه باش زعما تغازل في الناس وتستعطف في الناس على جال باش قال هذا السيد هذا راهو ضد الجيش انا ضد العصابة المجرمة في الجيش بدءا بالقايد صالح اللي الان راهو هو القائد نتاع الاركان واللي هو نائب نتاع وزير الدفاع الوطني الان اوكي شكون هو وزير الدفاع يا وليدي تعرف شكون هو وزير الدفاع هو بوتفليقه اللي راهو بالكروسه فهمت اللي راهو رشيد نكاز راهو داير السيرك به في فرنسا هذا اللي راك انت داير روحك باللي تدافع على الجيش انت وسي رشيد نكاز تاعك ولكن انا راني ضد وزير الدفاع بوتفليقه وضد اللي راهو يحمي فيه القايد صالح وضد المشامشيه والعصابه اللي راه معاه ما عنديش اللف والدوران تتحدث انت وكانه انا في فرنسا انا وقتاش جيت ليها يا وليدي فرنسا انا جيت ليها في 2001 وفرنسا لما جيت ليها ما جيتش ليها نزعم في البطولة جيت ليها مجبر مكره أخاك لا بطل فهمت ولو كان لقينا دول عربية اللي رحبوا بنا ما نجيوش لفرنسا فرنسا كانت هي آخر بلاد فكرت فيها لو كان لقينا دولة عربية نصفتنا بل لو كان لقينا اللي ينفعنا في الجزائر ما نجيش هنا لفرنسا جينا لفرنسا بعد ما هددت بالقتل واذا راه عندكم ناس من المخبرين وانا متاكد من ان الكثير من البلطاجيه والكثير من المخبرين راهم يدعموا في رشيد نكاز سواء من خلال التعليقات او من خلال الصحف اللي راها تدعم فيه وراها تحاول تصنع منه شخصيه هامة من أجل على جل باش يهفوا الشعب كيف ما مولفين يهفوه باب شخصيات أخرى روح اسأل على قائد نتاع الفرقة نتاع الدرك الوطني في برج الغدير اسمه المختار أو مختاري أنا أعطيت لك الاسم نتاعو روح قل له وش قلت النور الدين خبابة وغيره من الناس اللي راهم ثم راه ما عندكم علاقة مع نتاع الجيش روح اسأل عليا بدا من فوق من طرطاق وهبط اسأل عليا يكفي فقط هو انه في 2011 لما حبيت باش نروح لتونس منعت من الدخول لتونس فهمت فيما راهو رشيد نكاز راهو يسرح ويمرح راهو طالع هابط تحدث فيا انت على الربيع العربي وكأنه انا من المدافعين على الربيع العربي روح جيب تسجيل واحد الرشيد نكاز اللي يتحدث فيه على الربيع العربي في وقته في المقابل روح اسمع التسجيلات نتاعي لما كان سعيد سعدي وكان مقري ولربما انت واحد من الناس اللي كنتوا تخرجوا في تلك المرحلة لربما
لربما بالك لعاود راه عندك اشكال في اللغه العربيه، شوف كاش واحد يساعدك. لربما في المرحله هذيك انت وغيرك من الناس اللي كانوا يتظاهروا على اساس انه كنتوا مع التغيير. لماذا رشيد نكاز نتاعك هذا ما دفعش الجنسيه في 2004، استنى حتى 2013؟ تعرف علاش؟ لانه باش تترشح في الرئاسه لازم تكون عندك جنسيه جزائريه، ما عندكش جنسيه واحده اخرى، بالتالي هو فرض عليه على جال باش هو يطلب يدير الجنسيه. ومش غير هو، فهمت يا وليدي؟ تحدث فيا انت على الربيع العربي، روح اسمع انا واش قلت على الربيع العربي. انا سميته الشهيلي العربي منذ البدايه نتاعو، وروح اذا ما تفهمش المصطلح نتاع الشهيلي زيدوا فهموك. كنت تعلقوا عليا باسماء مستعاره، واحد منكم كتب لي ايه قرانيه وفيها بعض الايات اللي تقول نتاع قذف المحصنات. وعلاش رشيد نكاز من المحصنات؟ وعلاش لما تجي تحكي لي انت بالقران انت او غيرك او تتمسحوا بالاسلام تقدروا تعقبوها عليا؟ تعقبوها على البقري اللي راهو سي رشيد نكاز ومن معه ظاهر قال باللي هذا راهو يدافع عن المنقبات، يدافع عن المنقبات، مش يدافع عن الاسلام، يدافع عن المنقبات. لما سألوه قال أنا راني ضد الوسم وهذا النقاب، ولكن ندافع الحرية مش على الإسلام. وفيما بعد من المجموعات هذوك اللي نعرفوهم اللي راهم هم يشوهوا في الصورة نتاع الإسلام، قال هذا السيد هذا راهو يدافع على المسلمين. أرواح تسقط، دماء تسيل في سوريا، في ليبيا، في تونس، في مصر، في اليمن، وسي رشيد نكاز ملتي الناس بالنقاب. والان فيه بعض الصحف اللي هاي بدات تروج له للمسيره، ونعرفوا البلطجيه في تونس وفي المغرب وفي ليبيا نعرفوهم. ولا أتحدث عن الشرفاء، نتحدث عن البلطجية. ونعرفوا المخبرين في الفترة هذه نتاع ما يسمي بربيع العربي كانوا مكلفين واحد لبناني كان يظهر في اليوتيوب، راهو الآن ربما يشوف فيها، واحد من المخبرين يخدم مع المخابرات، مخابرات سورية، وكان وكأنه يحذر في الجزائريين، وطلب مني واحد راه مشرف على صفحة وهو واحد من تاع المخابرات ومسميين هذه الصفحة، الآن نذكر الاسم نتاعك لأنه في وقت سابق ما حبيتش نذكر الاسم نتاعك، هذا مسميين هذه الصفحة الجزائر عدو إسرائيل، وكلمني عن طريق سكايب، والمكالمة نتاعو راها موثقة وراه معروف بالصوت وبالصورة. كلمني على جال باش انا نرد على هذا الشخص كون هو اني معارض وانه عندي مصداقيه. قلت له انا علاش ما تردش عليه انت وانت اللي راك داير الصفحه ضد اسرائيل، وهذا الشخص راك تقول باللي راه دعم فيه الموساد وراه كذا، علاش تطلب مني انا باش نرد عليه؟ وانا كنت عارف باللي هذا الشخص راهو يخدم في الجهاز تاع المخابرات، ولكن مع ذلك حب باش هو يهف الناس راح دار التسجيل تاعي كانه انا نتحدث على مراد دهينة وجماعه رشاد باش زعما كذا، باش زعما يستغل الاسم نتاعي ويروج لبعض الامور. وانا كنت مخلي عليه ما حبيتش نتحدث حتى باش لما يتحكموا يتحكموا كل مع بعضهم. هذو مجموعه دايرين مشحال من صفحه في الفيسبوك مموله من طرف الجهاز تاع المخابرات، دايرين بعض المعارضين احزاب تخدم معاهم، شخصيات موجوده في الخارج، ضباط موجودين في الخارج، اعلاميين عندهم الجمعيات موجودين في كل
الاماكن في فرنسا وفي بريطانيا وفي سويسرا وفي كل مكان، وعندهم تنسيق امني، يعني راه عندهم تنسيق مع المغرب، وعندهم تنسيق مع ليبيا، وعندهم تنسيق مع، وكل ما يحبوا يديروا حاجه يديروها مع بعضهم، ولكن عرفوا باللي وصلوا لواحد المستوى، وان انه الشعب الجزائري خلاص راهو دار الطلاق معهم، وراها كاينه قطيعه، حابين يستعملوا وجوه جديده من اجل مخادعه الشعب الجزائري. وفيما بعد هما لما يحبوا ينهيو مهام نتاع واحد ينهيوه. شوفوا شكون اللي راهم يروجوا له. تحدث الان هذه الايام راهو الان حب يدعي المسيره. تحدث انا في الكتاب نتاع المصالحه الجزائريه، يستطيع اي واحد منصف، اي واحد يريد فعلا المصالحه المغاربيه، راه موجود في الكتاب تاع المصالحه، ولا حرف كتبوه لا في الشروق ولا في الخبر ولا اغلبيه نتاع الصحف، حرف واحد. شوفوا على من يتحدثوا، الناس اللي راهم موجودين زيتوت ولا حسين هارون ولا شوشان، ما يتحدثوش عليهم ولو بحرف، لكن لما يتحدثوا عليهم يتحدثوا بالقضيه نتاع المؤامرات والايادي الاجنبيه. ولكن فيما رشيد نكاز عادي، رشيد نكاز شخصيه وطنيه. اذا هما واش راهم يديروا؟ راهم يدعموا في هذا الناس، ويخلقوا كل مره يخلقوا في واجهات جديده، لانه الواجهات نتاعهم تلطخت، ويبعثوا لهم في بعض البلطجيه من اجل اظهارهم، منهم هذا علي الزاوي اللي تحدثت عليه في وقت سابق وغيره، بدون ما نظل نذكر في الاسماء. ونقول لكم في هذا التسجيل، ترقبوا انه تشوفوا بعض من هذا البلطجيه في البرلمان القادم. سميوه توقع، سميوه تكهن، سميوه معرفه بالخبايا نتاع النظام، سميوه واش حبيتوا، اشفوا على الكلام تاعي مليح. هذا الناس اللي هما يتحدثوا على المعارضه نتاع النظام، يتحدثوا على التغيير تاع النظام، راحين يشاركوا في البرلمان ويغازلوا في الناس. شوف شكون اللي راهم يدافعوا عليه، شكون بالاسماء المستعاره. كاين بعض الشباب اللي انا يا لا اشك في الوطنيه نتاعهم، ولا اشك في الحب نتاعهم للبلاد، سواء راهم في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في اي مكان، من هذ الناس اللي راهم هما معجبين به، لا اشك في الوطنيه نتاعهم ولا في الاخلاص نتاعهم ولا في الحب نتاعهم للوطن، ولكن كاينه بعض الامور اللي ما على بالهمش بها تتعلق بالسياسه. هما حابين وجوه جديده، حابين كرهوا من هذا النظام، ولكن النظام راهو يجيهم من الحاجه اللي يحبوها، يجيهم يبعث لهم ناس، يكلف لهم ناس للقيام بهذا الدور. اتحداك يا سي نكاز هو انك تروح تخرب في الجنرالات الكبار. اتحداك يا نكاز وانت في فرنسا هو انك تروح للجزائريين اللي راهم ساكنين في الاحياء، واللي راه عندهم مشاكل في السكن وفي المخدرات وفي الحباس وفي كذا، روح حل المشاكل نتاع الجزائريين. الجزائر الان راه عندها مشكله تاع الحليب، يلا تفضل ابعث باخره نتاع حليب، وانت رجل الاعمال وانت الملياردير، بدل من هو انه تسلك في ليزاموند لفرنسا نتاع المنقبات. ابعث الادويه للناس اللي راهم في الجزائر، راهم محتاجين الادويه، وروح للزواليه اللي راهم في الجزائر اللي راهم محتاجين على جال باش يديروا الطوا، ابني لهم بيوت، بدل من انه تسلك في الغرامه وتسلك في الدرهم هذوك للمنقبات في فرنسا. دافع للمساجد، دافع للإسلام في كذا، هو أنك تروح أنت للمنقبات، قاعدين تستعملوا في هذوك المجموعة نتاع السلفية، هذوك اللي الرؤوس نتاعهم مقفلة بالكادنة، تستعملوا فيهم مثل ما استعملتوهم في الجزائر، ومثل ما تستعملون، مثل ما راهم الآن يستعملون في سوريا، ويستعملون في تونس، ويستعملون في أماكن مختلفة. لكن الناس المسلمين الواعين اللي عارفين، يعرفوا الإسلام الحقيقي، الإسلام المتنور، الإسلام اللي مبني على العقل ومبني على الحكمة، هذو ما تقدرش تخادعهم، ما تقدرش انت تلعب على العاطفة نتاعهم. واحد يدافع عن الإسلام
مرته متبرجه ويدافع المنقبات، دافع الاسلام ولا دافع نتاع النقاب ولا دافع الحريه الشخصيه؟ دافع الحريه الشخصيه ايه، روح دافع ايضا على هذو الجماعه نتاع الماك اللي راهم ياكلوا في رمضان في تيزي وزو، دافع عليهم. دافع ايضا على هذو الناس اللي راهم يرفعوا في الاعلام غير العالم نتاع الجزائر، يدافع عليهم ايضا. هو راهو يدافع عليهم، قال لك حريات، هذا يدافع على العالم الجزائري ورافعه، ويدافع على الناس اللي هازين علم واحد اخر غير العالم الجزائري. شوفوا شكون اللي راهم يدافعوا عليه، شوفوا الخلفيات نتاعهم، شوفوا واش حابين. تجي انت يا وليدي انت على جال باش انت تقول لي في تعليق نتاعك، راهو علق عليا واحد، شوف التعليقات وراهو قال لك واحد فوزات نول، محسوب هذا واسمه دليل كبير باللي انت راك على الحق انت ونكاز. وعلاش كي نقول لك دوك انا راك نول انت ونكاز واللي معاك؟ وعلاش الناس اللي راهم دوك الان يسبوا في ربي، ماشي نكاز، يسبوا في ربي ومشي انا، يسبوا في ربي ويسبوا في الرسول ويحرقوا في القرآن، بل حتى يبولوا عليه ويرموا فيه في المراحيض، هذا راه مع الحق. السب لغة الضعفاء، السب لغة الجهلة، السب لغة الناس اللي ما عندهمش الحجة وما عندهمش الدليل. أنا تحدثت على رشيد نكاز، كان بيودي هو اللي رد، لم أتهمه، تحدثت على السيرك اللي راهو على المباشر، لا يحتاج الدليل، وش من دليل، راهو على المباشر والناس تتبع فيه، لا في غرونوبل ولا في باريس ولا في أي مكان واحد آخر. يلا يتحدث سي رشيد نكاز على الجنرالات، يروح يبحث مادام راهو يبحث على عمار سعداني وريم بنت سلال ومانيش عارف واش، يروح يبحث على الأملاك نتاع التوفيق ونتاع العربي بالخير. الأدلة راهم لي كونت نتاعهم هم منشورين في الموقع نتاع الضباط الأحرار، يلا يروح لسويسرا يبحث عليهم. في الوقت اللي راهو اسمه خالد النزار راهو في سويسرا عيطولو على القضية نتاع الاتهام نتاعو بارتكاب مجازر، سي رشيد نكاز يلهي في الناس وغيره من هذه المواضيع. والآن حابين يقولوا للناس من أنه الخوض في هذه الحرب القذرة راهو تحريك للفتنة. لماذا؟ لأنه هذا الناس متورطين في الدماء، لأنه هذا الناس يخافوا الشعب الجزائري يعرف الحقيقة، لأنه بمجرد هو أنه الشعب الجزائري راهو رايح يعرف الحقيقة، هو ما راهم رايحين يتعرّوا أمام الناس، وبالتالي الشعب راهو رايح يرجمهم بالحجر. بالتالي هما كل مرة لما يشوفوا قضية معينة أثيرت، مثل القضية نتاع رهبان تبحرين، يخرجوا واحد باش يدرب للناس، روحوا لريم سلال، روحوا لسعداني، خليوا الجنرالات الكبار ما تبحثوش عليهم، روحوا غير فقط هذوك الصغار، وهذوك ثم راكم تدافعوا للجيش، دافعوا للجيش، يدافع للجيش دافع على بوتفليقة اللي راهو هو وزير الدفاع، دافع للجيش، دافع للجيش، إذن دافع على القايد صالح، ودافع على التوفيق، ودافع على طرطاق، ودافع على كذا، هذا هو الدفاع للجيش. والله وزير الدفاع خاطي مش بوتفليقة، هو القايد صالح، والقايد صالح من الشرفاء ومن العشر المبشرين بالجنة. إخوة والأخوات، ما لازمش يلعبوها لكم، ما لازمش يقعدوا يطنوا فيكم، عندهم ناس مكلفين بمهمة من رؤساء الأحزاب، من بعض الشخصيات، وناس مدعومين. يكفي دليل هو أنه راهو تسجيل منشور في الموقع نتاع اليوتيوب، بإمكانكم هو أنه تبحثوا عليه، حصة داروها في القناة تاع البلاد، وين أنه محي الدين عمي مور اللي كان وزير في وقت سابق يقول باللي
تحدث مع الجنرال توفيق في القضيه نتاع حبيب سويديه، وحبوا باش يديروا معارضين بين قوسين منهم هذا سعد بوعقبه اللي راهم يسوقوا لكم فيه على اساس انه راه معارض للنظام. هذو راهم الكراسن نتاع النظام، راهم خدامين عند النظام وراهم معروفين، راهم الناس الان راهم يبانوا واحد بواحد كل مره. هذا صحافي، هذا اعلامي، هذا خبير، خبير في الشؤون الدوليه، خبير في فرنسا، لازم يكون واحد بروفيسيونال ويروح للمحكمه ويعمر ملف ومن بعد يشهدوا له بالخبره نتاعو على جال باش يعتمد خبير. هما يعطيو لهم في الالقاب في التلفزه في الصحف الخبير الدولي في الشؤون كذا وكذا وكذا وكذا، راكم تعرفوا البقيه. اذا هما راهم يخدموا فيهم من خلال وسائل الاعلام، يقدموا فيهم، يظهروا فيهم، يبرزوا فيهم، وفي نفس الوقت دايرين مستعملين هذيك السياسه نتاع الاقصاء، ومستعملين سياسه التشويه، ومستعملين السياسه نتاع الحصار على الناس اللي راهم يوعوا في الشعب واللي راهم يساهموا في التنوير تاعو وفي دحض هذا الاكاذيب وفي ابطال هذا السحر وهذا الشعوذه اللي راهم يمارسوا فيها. اخوان الاخوات، الجهاز تاع المخابرات مازالوا شغال، ومن قال لكم من انه الجهاز نتاع المخابرات حل فهو كذاب، فهو كذاب، فهو كذاب، كائن من يكون هذا الشخص. مازالهم يشتغلوا، عندهم واجهات جديده، عرفوا باللي في وقت من الاوقات صار هذاك الضغط على التوفيق، بدلوا الاقنعه. الان راهم يشتغلوا بوسائل واحده اخرى، في وقت سابق كانت الناس تبحث على الصوره نتاع طرطاق، طرطاق الان راهو ظهر لكم بالكوستيمه بالكرافات بالشحم نتاعو باللحم نتاعو، وراهو موش هذاك هو الشخص اللي كنتو تحثوا عليه واللي كنتو تقولوا باللي راهو يعذب في الناس ويقتل فيهم بيده، وانما راهو انسان عنده مستوى عالي جدا، راهو انسان مثقف وانسان متعلم، وحنا رانا في الدوله المدنيه الى غير ذلك من المسائل. اذا هذا الناس اللي راهم يدافعوا على القياده العسكريه، راهم يدافعوا على طرطاق، راهم يدافعوا على التوفيق، راهم يدافعوا على بوتفليقه. اذا كان ما على بالهمش راهم يخدموا فيهم بطريقه غير مباشره. هذا الناس الان هما راهم عارفين باللي الواجهه تلطخت وتشوهت، بالتالي لابد من تغيير الواجهه، يجيبوا ناس ولكن يستعملوا في سياسه نتاع هذيك نتاع الكارطه هذيك، واحد يبعث واحد يلعب هو واحد في الكارطه، يعطي له النيميرو نتاع الكات هذيك ولا السانكيا كلها، ومن بعد راه موجد له اللاز هذاك باش يعطيه الدماغ. النظام هذا عنده اجهزه، من بين الاجهزه اللي راه تخدم هو الجهاز تاع المخابرات، يستعملوا شخصيات مره على مره، يديروا كما داروا في 2014، حركوا بن بيتور على جال باش ينشط الساحه هو وسي سفيان جلالي، حركوه ممشي مشي مشي لقدام، وحركوا مجموعه في المغاربيه، ها واحد منهم راهو ظهر، هاي فضحاتو التسجيل هذا الاخير اللي داروا على حبيب سويديه، هو يخدم في المغاربيه. اذا هما يخرجوا ناس يبينوهم هكذا، ومن بعد عندهم هما الوسائل هذه نتاع الاشاعه ونتاع الحرب النفسيه، وقال اودي الجيش هذاك راهو ماشي مع هذاك، يلا اودي مدعمينه. انا نقول لك سبحان الله العلي العظيم، نهضر معاك رسمي، ما تظل تكسر في راسك ما والو، يلا. والناس تمشي طماعين وصحاب المشامشيه، راكم شفتوهم داروا لهم كما داروا البنفليس، فهمت؟ راكم شفتوا مجموعه كبيره من الناس هذو نتاع المخابرات اللي كانوا يمشيو معاه، وفي النهايه راكم شفتوا وين وصل توفيق والجماعه نتاعو، راكم شفتوا النتيجه اللي وصلوا لها. نفس الشيء هما راهم الان يحركوا ناس باش ينشطوا، يحركوا على بالهم باللي الشعب الجزائري راهو مقاطع للانتخابات، هما يحركوا ناس على جال باش ينشطوهم. وقالوا دي السيد سبحان الله واش بيك تيا، هذا الدستور اللي داروه انتم راكم معاه، ماشي كنتو منكم اللي كان يقول باللي راكم ضد الدستور هذا وضد تعديل الدستور وضد بوتفليقه وضد كذا، ومن بعد دوكا وليتو تأيدوا في الدستور وليتو رايحين للانتخابات. تعرفوا شكون هذا دربال هذا اللي راهم داروه مسؤول على الانتخابات هذا نتاع المراقبه نتاع الانتخابات؟ هذا دربال واحد من المنقلبين على جبل الله،
شباب اللي ما يعرفوش. هذا دربال كان وزير في الحكومة نتاع بن بيتور نتاع بن فليس أعتقد. هذا دربال هو واحد من الناس اللي كانوا في تلك الفترة مع يزيد زرهوني اللي حضروا الحركة نتاع وفاء والعدل اللي كنت أنا عضو مؤسس فيها بقيادة وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي سنة 1999، حضروها في 2000 2000 وقيلة 2000 أعتقد 2000 إذا ما رانيش غلط، فهمتوا؟ من بعد يجي هذا يحدث لك، كان بيودي هو أنه هذا يتحدث رشيد النكاز ويرد على الكلام هذا، بل أنا مانيش محتاج على جل باش هو يرد عني، ولا محتاج للشهرة، ولا محتاج للأضواء. اللي يحتاج للأضواء واللي يحوس على الأضواء اللي راه يصوتي كل يوم في بلاصة، وراه كل يوم في قناة فضائية، وراه كل يوم في صحيفة، الريح في الريح. أما أنا مانيش محتاج، ولا أنا محتاج على جل باش نخرج لبرا، يكفي أنه ندير تسجيل ونشر في موقع اليوتيوب على جل باش نساهم في التوعية نتاع الناس. أنا هذا هو الهدف نتاعي، هو أنه الناس توعى وما يبقاوش يكلحوا فينا، نحوسوا على مخرج نهائي للأزمة الجزائرية. كرنفالات، خروج هذاك والمظاهرات، أنا مانيش ندعي ليه، أنا نحوس على عقد نتاع مؤتمر في الداخل وفي الخارج بمشاركة الجميع دون إقصاء بما فيهم رشيد نكاز. ما قلتش للناس أروحوا أنا نجيكم رئيس، ما قلتهاش وما نقولهاش. اللي يبحث على الرئاسة روح، مادام انتم راكم تتحدثوا على الإسلام وتدافعوا على الإسلام وتعرفوا الإسلام، روح اسأل شكون هو الإنسان اللي يطلب الرئاسة، هل ترى يعطيوها له ولا ما يعطيوها لهش. روح ابحث في الشرع كي تعرفوا الإسلام. إذن هذا باختصار، فهمت يا وليدي؟ أما هذك التعليقات هذيك بالتعليقات بلي بسودو وصفحات نتاع لي بسودو، رانا نعرفوا البلطجية، نعرفوا مليح مليح. بالتالي أنا ما عنديش الوقت على جل باش نبقى نرد عليهم. رديت عليك لأنك أنت راك تقول بلي المنسق الوطني نتاع هذا رشيد نكاز، وتقول بلي الكلام نتاعك الريح في الشبك. هذا الكلام انا اللي رددت فيه، نتاع سينك كاز نتاعك الريح في الشبك. عمار سعداني هذا اللي انت راك تتحدث عليه، تحدثوا عليه الرجال في الجزائر، تحدثوا عليه الناس في الجزائر، تحدثت عليه صحيفة نتاع الخبر الاسبوعي، وتحدثت انا مع واحد كان من الناس اللي يكتبوا على سعداني، قلت له كش ما عندك أدلة؟ قال لي ما عنديش، ولكن الى راجلي يروح يرفع بي دعوة في القضاء. لماذا؟ لانه كان محرش من عند التوفيق، عنده أبارتومون في باطيمة، مش قصر كما راه كان عند عبد المؤمن الخليفة في نيس. عنده أبارتومون، وأبارتومون في باطيمة نتاع بنت سلال اللي هو رئيس حكومة، والجنرالات اللي راه عندهم الجزر ما يهدرش عليهم نكاز، ما يشوفهمش وما يتحدثش عليهم، داير الاعلام نتاعو في الجزائر. علاش ما تزوجش بجزائريه راح تجيب في وحده امريكيه؟ لما سالوه قال لك يا مانيش عاقد، راني قاري الفاتحه برك، قاعد داير السيرك في فرنسا. روح للمجلس الدستوري في الجزائر يا سي نكاز، ادي مجموعة من المحامين في الجزائر ومجموعة من العسكر هذو اللي راهم يدعموا فيك، روح للمجلس الدستوري في الجزائر يا سيدي. راك ملياردير وراك مليونير، ربي يعاونك، دير كلينيك في الجزائر يجي يداوي فيها بوتفليقة، والله رايح لثما على جل باش تستغل في هذه القضية أنت وغيرك.
على جال باش قال توصل بها، حابين يستغلوا في هذه القضيه. المهم في نهايه هذا التسجيل احذر الاخوه والاخوات، هو راه مازالوا في السيرك نتاعو، مازال راه رايح يواصل، احذروا، راهم كاينين ناس مكلفهم النظام بلعب ادوار في الخارج، لانه عارفين باللي الناس تتبع واش راهو يجري في الخارج. والمساله هي تتعلق بالتوجيه، ومدعومين احذروا. كاين الانسان اللي راه هو يمشي بنيته، احنا نقولوا له ربي يعطيك قد نيتك، ولكن كاين الناس اللي راهم مكلفين بمهمه، احذروا. كاين بعض الناس اللي درك راهم هما يحركهم، راهو يحوس درك هو يتحرك في هذه القضيه نتاع المغرب العربي. احنا شكون اللي راهو يحوس على الوطن العربي، ولا راهو يحوس على الوحده، وراهو ضد هذه المساله؟ شكون؟ ما كان حتى واحد. لكن هو راهو راح يستغلها، هو راهو الان راهو يقوم بحمله انتخابيه، ما راهو يقوم بالمساله نتاع التوعيه، ولا راهو هو فعلا يحارب الفساد، راهو يقوم بحملات انتخابيه كلها من اجل على جل باش يظهر اكثر في وسائل الاعلام باش يستغلها. هذه شفت انا منذ يومين اعتقد ولا ثلاثه، دون هو انه واحد نسميه يستغل في القضيه نتاع الحفره، حفره على جل باش يظهر في قناة فضائية وباش يربح في الود نتاعها، باش هي تدير له حملة انتخابية في العاصمة، باش يعاود يدير عهدة في البرلمان. راك على بالك بروك بلا ما نظل نسمي في الاسم نتاعك، والناس تتبع. بينما الحفر اللي راها موجودة في الولايات، القمامات اللي راها موجودة في الولايات، ربي يجيب. اهبط يا سينكاز، اهبط للميدان. راك تقول باللي انت رجل الميدان، الميدان يلا دير حملات تطوعيه في الجزائر للتشجير، دير حملات تطوعيه للنظافه، دير حملات تطوعيه على جل باش الناس تمد الدم نتاعها، دير حملات تطوعيه للكثير من الاشياء في الجزائر. هذا هو الميدان اللي تحكي عليه. موشي في الميدان هو انك تروح تلم الناس يجيو يعقبوا الويكند كل مره بالسيرك، ويا ليت هو انه راه منهم اللي راهو قادر على التعبير، ولا راهو قادر على جل باش يقنع الناس. ناس على بالها بالفساد، والناس على بالها باللي النظام راهو فالس، ناس تحوس على مخرج مش بالكلام، الناس تحوس على الميدان وتحوس على الملموس. يلا تفضل الشعب الجزائري راهو الان عنده ازمه نتاع الحليب، يلا تفضل دير باخره اذا كان راك فعلا تريد الخير بالشعب الجزائري. يلا راه الناس الان في هذا البرد، يلا تفضل اكسي الفقراء والمساكين. كاينين بعض الناس اللي راهم يخدموا في افريقيا، يبنيوا في المدارس ويبنيوا في المستشفيات، ولا واحد على باله بهم، يخدموا لوجه الله. وانت يلا راح سلك منضى ب 100 اورو، ويلا وسائل الاعلام كل راهو قال راهو رشيد، راهو مع الاسلام، راهو يدعم في الناس الاسلام. وهذوك الناس اللي الله غالب عليهم راهم معاك. كاين الناس اللي راهم ربما عندهم عاطفه، ولا ربما راه عندهم كذا، انا من نوسيش في النوايا نتاعهم، ولكن كاين الناس اللي راهم يستعملوا فيهم لضرب الاسلام. النقاب هذا واش هو؟ فرض سنة. النقاب واش هو؟ موجود في الأركان نتاع الإسلام. روح دافع اللي راهم ممنوعين من الصلاة، دافع عليهم، دافع على الناس اللي راهم قالوا جينا حول النقاب. روح دافع على المغتصبات اللي راهم يغتصبوا فيهم في سوريا، وراهم يغتصبوا فيهم في اليمن. روح دافع الناس اللي راهم يتشواو في بورما. دير مسيرة، بدل من انه تدير مسيرة باش تلعب على العواطف نتاع الناس، روح دير مسيرة للدفاع عن الناس هذو اللي راهم
يتشواو في بورما، هز الطياره ويلا راك مليونير، يلا روح لبورما. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.